كفينا نحن رممنا بالاخر بس نحن ما بكفي هذا بكفي كمان نفس الوقت بلادنا ترجع على المحل ترجع تشتغل نفس الوقت الحجر هو ما بيشتغل الانسان بده يشتغل الانسان هو اللي في نفس الوقت يعطي الحجر ما بيعطي ولا الديكور بيعطي بس الانسان هو اللي يعطي واذا ما رجعوا اولادنا وعطوا ما خرج نعطي نحن بابا نعطي اولادنا بالجزائر نحن انا وغير اولاده في مصر وغير اولاده مثلا باربيل مثلا وفي مشكل يعني ما بدي اقول لك مفتقدين اصحاب الراس مال في العربي يعني كله هذا طالع اشتغل وفتح مصالح وجيته صعبة كثير يعني يعني الساوى معمل ما بحسن بعيفه يعني ونقله نص كلفته يعني اذا بدي نقول يعني